هاي لكي، انت ليش هيك عم تحتفل؟ يلا عود ورح اقول لك القصة. انه الفرحة مو ساعدتني بنو، لهيك بدل ما اقعد استنى للمسا رح ساوي حفلة هلأ فورا. اسمع لك، كان بدنا شي تاني مع العصير البارد. وقتها رح ننبسط. ما في احتفل بس بعصير، اطلب لنا شوية اكل معه. هاي لكي، وقتها بيكون اسمه احتفال عن جد، والعصير بيصير له طعم كمان. اكيد هيك رأي الشباب، شو قلت؟ قلي. ليك انا مبسوط وما عندي اي مشكلة، بس بتعرفوا ما عجبني هالمخيم ابدا. شو رأيك تجي لعنا على هاريانا ورح ورجيك كيف نحن بنحتفل هنيك؟ انا رح خليك هنيك تاكل لحتى تشبع، هذا وعد مني. بس بالاول خبرنا شو المناسبة السعيدة، لأنه شكلك مبسوط كتير اليوم يا لكي. ايه هالحكي صحيح، كنت علقان بكومة مشاكل بالبيت وتعبان، لأنه ما عم بقدر لاقي حل لأي شي، بس أخيرا انحلت كل مشاكلي. لهيك فكرت إنه ليش ما بحتفل يعني. شي عظيم لكي. عن جد حلو كتير. ايه حلو. أنا ما فيني قلك قديش حاسس حالي مرتاح ومروق ومبسوط، لأني مالي قاعد لحالي هون، لأنه رح احتفل بفرحتي معكم. أنا كتير فرحان. صحتين. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.